النهارده حصل قرار مهم وهشرحه لك، اللي هو ايه؟ انتوا عارفين في مساله التوزيع الجغرافي واحنا داخلين الجامعه مش كده؟ طيب التوزيع الجغرافي انت واخد مثلا ثانويه عامه، مدرستك محافظه الجيزه، فلما بنيجي نقدم في الجامعه وبنخش التنسيق وما الى ذلك فبنتوزع جغرافيا الاول، فالاول لازم تقدم على الجامعه اللي انت تبعها، فلو انا محافظه الجيزه طبعا ودي من ضمن المفارقات لازم الاول جامعه القاهره، مش عارف اسمها جامعه القاهره ولا محافظه الجيزه، بس مش دي القصه. المهم يعني كذا الحال في اي مكان، ده التوزيع الجغرافي. طيب ده نوعيا بيتغير دلوقتي او في قرار من القرارات تم اتخاذه النهارده بموافقه المجلس الاعلى للجامعات على الغاء قواعد التوزيع الاقليمي او الجغرافي بالنسبه لشهاده الثانويه العامه ومعادلاتها بقى اللي هي ايه؟ الاجنبيه اذا كانت بقى بريطانيه، امريكيه، المانيه، فرنسيه الخ الخ، وطبعا الشهادات العربيه، كمان الشهادات الفنيه للقبول فين؟ كليات، خد بالك هي كليات محددة اللي عليها القرار عشان ما تلخبطش نفسك، تمريض، تربية نوعية، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض. ده اعتبارا من القبول بتاع العام الجامعي اللي احنا لسه هنقبل عليه اللي هو 23/24. القرار تم اتخاذه خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات النهاردة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. نشرح تاني معنى الغاء التوزيع الاقليمي او الجغرافي، يعني ايه؟ يعني القبول الاقليمي يقتصر في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهاده الثانويه العامه وما يعادل من المنطقه التعليميه اللي بتقع فيها هذه الكليه او هذا المعهد. طيب كان قبل كده بيسري فقط على كليات التربية والتمريض بمختلف الفروع، جه هذا القرار الجديد فيتاح للناجحين في الثانوية العامة والحاصلين على الحد الأدنى للقبول في كلية التربية أو التمريض في جامعة ضمن النطاق الجغرافي ليه أنه يلتحق بها أي في أي محافظة قريبة دون التقيد بالإقليم أو بالمحافظة اللي خد منها شهادة الثانوية العامة بتاعته. بسيطة خالص وسهلة جدا. وتعالوا بقى نطلع فاصل نتكلم شوية، وبالمناسبة لازم نتكلم عن الموسيقى التصويرية في رمضان السنة دي، في شوية مزيكا بينافسوا المزيكا بتاعت السنة اللي فاتت، وده عجبني هقولك ليه بس بعد الفاصل. سر الباتع. خالد يوسف اختار موضوع شديد الصعوبة ويستلزم مجهود كبير، بس دايما خالد يوسف قدها وقدود. سره الباتع الناس كلها بتتكلم عنه وبتتكلم على مسألة ما بين الراوي وما بين الحدث. المسلسل ممكن انت تشوفه تاريخي، واحد زي حالاتي هيشوفه سياسي. احنا نسأل الفنان الكبير الأستاذ صلاح عبد الله. ازاي حضرتك يا أستاذ صلاح؟ أهلاً. كل سنة حبيبي. وحضرتك طيب ورمضان كريم. وحيث لي أنت طيب وحضرتك أكتر على أهل بيتك. يا رب يخليك يا أستاذ صلاح. آمين يا رب بيك. آمين يا رب يا أستاذ صلاح. هنرجع تاني لمسألة مسلسل سره الباتع، وزي ما أستاذ صلاح قال هو بترجع للعصر بتاع الحملة الفرنسية، وتحديدا اللي بدأ في 1798 وانتهى بثورة القاهرة الثانية 1801، وهي بالمناسبة برضو هي فترة شديدة الثراء من تاريخ مصر، وده مهم جدا انك انت تقرأ هذه الفترة. تبدو ان الفترة دي 3 سنين، هي 3 سنين بالحساب العادي، لكن هي فيها زخم من الأحداث وفيها ثراء من الشخصيات المهمة في تاريخنا بالمناسبة. طيب أنا أقول لكم حاجة لطيفة، احنا هنطلع الأول مشهد وبعدين نحاول نكلم أستاذ صلاح مرة تانية، وهنحاول ندعو أستاذ صلاح يجي لنا في البرنامج حتى ولو بعد رمضان، لأن أستاذ صلاح واحد من أهم الحكائين، خد بالك، يحكي ما بين الفن والمجتمع والسياسة، ولو سمعني دلوقتي هتلاقيه بيبتسم. خلونا الأول نشوف مشهد من سره الباتع ونرجع نكمل الكلام. يا مريم أكل أختك. كلي كمان يما، علشان تطلعي العيال من جدتك. مش أنت برضه بتقولي لي كده؟ ما أنا أكلت يا ضنايا، وبعدين هو إحنا كنا فين وبقينا فين؟ ده أنا قلت خلاص هقبل وجه كريم.
سبحانه من قومي تاني. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. ايوه سبحانه مسبب الاسباب. تعال تعالى تعالى. رحت المشوار اياه ولا لسه؟ لسه يا جدي. لسه يا جدي؟ اخص عليك يا حامد ليه كده يا ابني؟ ده وعد الحر دين عليه. انت ندرت وكان لازم توفي بنادرك. امسك يا حامد امسك. خد روح يوفي بنادرك وبعد كده عود نفسك يا ابني. لو قلت كلمه ما ترجعش فيها ابدا حتى لو كان فيها موتك. هيعرف هو مين وازاي بيعمل الحاجات دي هو ميت؟ مين اللي سماه سلطان وليه؟ راح عليا شويه يا حامد. ده انا زي زيك. يعني انت برضه يا جدي ما تعرفش اي حاجه زيي؟ لا انا ولا غيري. احنا اتولدنا يا ابني لقينا المقام موجود في البلد والناس بتتبارك فيه، ولا حد يعرف هو مين ولا ايه حكايته، بس اللي عرفناه وتاكدنا منه ان ما حدش لغى له وخيب معاه ابدا زي ما حصل معاك بالظبط يا حبيبي. هو بصراحه شغال معايا. قصدت في الامتحانات ونجحت. وقصدت في ماده مدرس الحساب وظبط ونجد. طبعا. وقصدت في عيام من فلح. طيب عايز ايه تاني يا حامد؟ خلاص مش مهم هو مين. ازاي جدي مش مهم؟ انا هعرف لوحدي. احنا رجعنا تاني مع استاذ صلاح عبد الله ولا لا؟ قولوا لي اه. استاذ صلاح. قالوا لك اه ازيك؟ قالوا لي اه. معلش هي مشكله السيجنال يمكن بعد الفطار بقى ولا حاجه. ممكن نبقى عاملين كده زي الفيلم بتاع الناصر صلاح الدين، الابراج اللعنه على الابراج ودي الشبكات. ماشي الحال. طيب بنرجع مره تانيه الى انه المسلسل فيه من السياسه وفيه من التاريخ، وعندنا جزء بيدور في الثمانينات وجزء بيرجع بينا لعصر الحمله الفرنسيه، يعني اخر القرن ال 18 واول ال 19. تمام. طيب دي صعوبه استاذ صلاح. والثمانينات يا يوسف دي هتوصل بينا، مش عارف الجمله اتسمعت ولا لا، تقريبا هتوصل بينا ل 30 يونيو، هذا اليوم العظيم اللي انا بعتبره العبور الثاني يعني. عظيم جدا. ده ما احنا وصلنا لحد 30/6، ده معناه ان المسلسل اكيد سياسه. بص بقى في سياسه ونقدر نقول كمان اجتماعي طبعا، لان احنا بنستعرض الاسر المصريه صح في الفتره التاريخيه الحديثه، وبرضه الاسر المصريه على فكره في الفتره بتاعه الحمله الفرنسيه طبعا. طبعا. ايه اللي شجع استاذ صلاح عبد الله انه يخش المسلسل ده؟ والله الجرأة في التناول. اول مره اشتغل مع خالد يوسف، يعني حتى هو ما راح تصور قاعد يقول لي ايه 20 سنه اهو بحاول استدعيك وما بنتوفقش وبتاع وجت. وهنا الدور على فكره يعني ايه يعتبر ظهور خاص، بس ظهور خاص مهم، لان حتى المشاهد اللي انتوا استعرضتوها المشاهد دي هي بدايه الحكايه صح، من خلال هذا الرجل الفلاح الطيب الحكيم بالفطره اللي ممكن يكون ما بيعرفش يقرا ويكتب، بس مصري، واخد بالك مصري بجد يعني مش مصري في البطاقه، مصري حقيقي، وعنده ايمان بانه المقام ده هو له قيمه وهيبه، وهو ما يعرفش بيقول لابنه، هو ما حدش يعرف يعني ايه الحكايه او ايه اللي ورا الحدوته دي يعني، او ليه ده بقى مقام او والناس بتتبارك بيه. انما بيقول له يعني ما دام انت يعني امك خفت اما ولعت له الشمع وانت نجحت وكده خلاص يعني انت خسران ايه؟ بص بيقولها ببساطه قوي وبلذاذه، ومن خلالها بقى يا يوسف بنبتدي نستعرض مين حامد دوه. فمن هنا يبان السر الباتع لصاحب المقام ابو سر باتع. وكده السر الباتع في ايه بقى؟ ايه السر الباتع ده بقى؟ هنكتشف من خلال بقى استعراض سيره حامد اللي هو احمد السعداني، وحامد اللي انا اصريت انه يتسمى حامد عشان يعيش اللي هو احمد فهمي. رائع جدا. هنشوف الاسرار البتعة بقى. حلو جدا. انا عايز السر البتع بتاع الاستاذ صلاح، ومش هتقل واقول في رمضان، بس بعد رمضان السر البتع في الحكي، لانه انا عارف انه الاستاذ صلاح عبد الله هو مهتم جدا بمساله التاريخ الاجتماعي ما بين الاجتماع او المجتمع والسياسه، فصاحب حكاوي وراوي وحكاء عظيم.
تدلنا الفرصة دي ولا ايه؟ العفو 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 يا جو. يا رب يخليك يا استاذ صلاح، ربنا كريم وييسر الحال ان شاء بإذن الله. باذن الله يا استاذ صلاح، باذن الله. كل سنة وحضرتك طيب، ورمضان كريم على حضرتك وعلى الأسرة كلها يا رب. الله يخليك، وانا سعيد بالمشاركة معاك. أكتر يا فندم. وأقول إيه يعني، يا رب يا رب بحق النبي آمين، يعني ينصر بلدنا آمين، ويحفظها ويحرسها من الحاقدين والحاسدين واللي بيتاجروا باسم الدين واللي بيتاجروا باسمنا يا يوسف. والله العظيم منصورة بإذن الله، منصورة يا رب يا رب. ربنا يخليك يا أستاذ صلاح، ألف شكر للفنان ونجمنا الكبير أستاذ صلاح عبد الله. طيب تعالى اقول لك على حاجه لطيفه بالمناسبه، عشان احنا بنتكلم على سر الباتع بالتحديد. فسر الباتع زي ما كنت بقول لك، في جزء مهم جدا انا دايما اشجعك انك تقرا عليه، وانا دايما اقول الجمله دي، الجماعه الفرنساويين ما دخلوش بلد وخرجوا منها الا لما فرنسوها، وما فيش بلد اتقعد فيها اقل من 50-60 سنه، ده لو ما كانش 100. ما حصلش في تاريخ التوسع الامبراطوري الفرنسي ان هم قعدوا 3 سنين خرجوا فيها مهزومين شر هزيمة، غير في بلد واحدة بس، احنا مصر المحروسة، وتحس انها فعلا اسم على مسمى. يعني الفرنسويين دخلوا 1798، دخلوا من هنا خرجوا بعد 3 سنين بعد ثورتين، القاهرة الاولى والقاهرة التانية. طبعا احنا عندنا الواقعة الشهيرة بتاعة سليمان الحلبي لما قتل الجنرال الفرنسي كليبر. طيب لازم هنا بقى تبص على التاريخ النضالي بتاع المصريين في مواجهة المستعمر الأجنبي، مهم قوي انك تبقى بالمناسبة عارف انه الثورات هي كانت القاهرة الأولى والقاهرة التانية، بس نضال المصريين في مصر كلها كان في وش الاستعمار نضال غير مسبوق. طيب عليك ولك أن تنبهر لما تعرف أنه في أدبيات التاريخ السياسي في العالم بيتكلموا على هذه المعجزة المصرية في طرد مستعمر مهول آنذاك، شديد التوحش آنذاك، في 3 سنين بس. هنا لازم تثق في نفسك قبل ما نكمل، بس كلام على المسلسلات والموسيقى التصويرية اللي هي مهمة جدا بالنسبة لي. تثق في نفسك إلى أي مدى؟ تثق في نفسك إلى أن أنت فعلا شعب عظيم لدرجة غير طبيعية. عجبني قوي بالمناسبة، إحنا خلال 8-9 سنين اللي فاتوا دول إحنا بننافس في نفسنا، وده مهم. يعني حتى في لفتة كده شفتها في إعلان لواحدة من شبكات الاتصالات الكبيرة، يعني بيتكلموا على فكرة المنافسة مع الذات. هي المنافسة مع الذات دي مهمة إلى أبعد الحدود، هي فكرة عدم الالتفات للآخرين. أنت عارف لو أنت فعلا الناس اللي هم أبطال العدو الجري والمسافات ومش عارف إيه، بيقول لك حتى تيجي تتكلم مع حد يقول لك أنا لو بصيت على زميلي أو ركزت معاه مش هكسب، أنا بركز مع نفسي بس إن أنا لازم أكسب، فأنا عيني على خط النهاية طول الوقت، سواء إذا كانت مسافة قصيرة 100 متر ولا هي حتى اختراق ضحية، أنا مركز مع نفسي مش مركز مع الرياضيين اللي حواليا. ده جزء مهم جدا في المنافسة، إنك مركز مع نفسك. مصر مركزة مع نفسها، ولا تلقي بالا لأي كلام فاضي خالص كده، سهم وانطلق ومفيش حاجة هتوقفه. تاني، سهم وانطلق ومفيش حاجة هتوقفه. مصر بالتأكيد هي أهم وأعظم دولة في الدنيا، مش بقولك احنا أكبر اقتصاد، أعظم اقتصاد، أكبر القوة العسكرية الضاربة، أكبر أذرع حيوية، لا احنا ما أقولكش كده، لكن انت بالفعل أعظم دولة موجودة على سطح الكرة الأرضية، أعظم دولة بعقولها، أعظم دولة بتاريخها، أعظم دولة بثقافتها، أعظم دولة بقواها الناعمة أيا كان شكل هذه القوة، ومنها الموسيقى التصويرية على سبيل المثال، أو المد الموسيقي المصري. مش أنا كنت بقولك السنة اللي فاتت احنا كان عندنا شوية موسيقى تحفة تحفة، لا يتوقف الإبداع الموسيقي في مصر على الإطلاق، بل ينافس نفسه. وهضرب لك مثل الموسيقار والمؤلف الموسيقي الرائع بالمناسبة شادي مؤنس، السنة اللي فاتت عمل لنا جزيرة غمام،
جزيرة غمام دي قد يرى البعض وأنا منهم بالمناسبة إنه الموسيقى بتاعتها جايبة سقف المزيكا، اللي هو طب هو شادي مؤنس لما هيجي يألف موسيقى تاني هيعمل إيه؟ أنا أشوف إنه شادي مؤنس نافس نفسه السنة دي، ونافس نفسه السنة دي مرتين، يعني مرة في 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 حضرة العمدة ومرة في سوق الكانتو. يعني هو نافس الموسيقى اللي عملها في جزيرة غمام، فقال لك أنا هنافس نفسي المرة دي، وينافس نفسه المرة دي وش في وش. أه والله شادي مؤنس معنا الأول على التليفون. إزيك يا شادي، عامل إيه؟ الفل يا استاذ يوسف، والله اخبارك ايه؟ من غير استاذ ارجوك، ولا استاذ دايما يا عم، ما تقولش كده اطلاقا اطلاقا. حقيقي حقيقي موسيقى طيب. عبقريه، وانت طيب ورمضان كريم، موسيقى عبقريه ولافت للنظر، ليه زي ما بقول لك انك انت مش بس نافست نفسك في موسيقى السنه اللي فاتت في جزيره غمام، انت بتنافس نفسك السنه دي بقى وش في وش. والله كانت زنقه، كانت زنقه وحشه السنه دي، بس احنا يعني دي زنقه صبت في مصلحتنا احنا بصراحه. ربنا يخليك، والله اتمنى والله تكونوا مبسوطين من اللي حاصل، وان شاء الله كمان الحلقات الجايه تسمعوا حاجات احسن ان شاء الله. جدا جدا. طيب بما اني بتكلم على الموسيقى وفكره المنافسه الذاتيه، يعني الموسيقاري ينافس ذاته بذاته، انت ايه وجه الاختلاف؟ طبعا انا فاهم ان جزيره غمام ليها موسيقاها نتيجه السيناريو اللي موضوع، بس انا متذكر كويس انه لما عملت جزيره غمام قلت انا الفت الموسيقى قبل ما اشوف المسلسل. صحيح. السنه دي حصل العكس في سره بقى في سوق الكانتو. بالظبط. ايه ده؟ حضرتك عرفت منين؟ عيب عليك بقى، الله، شغلانتي. انت راجل عبقري في شغلانتك وانا بمشي حالي في شغلانتي. طيب لا لا، ده انت جامد برضه جدا، ربنا يخليك. يا رب يخليك، ربنا يخليك. الفروق ما بين سوق كانتو، انا لما ابتديت اقرا المسلسل كنت شايف انه الاحداث بتدور جزء في اسكندريه وجزء في سوق كانتو، فكنت متخيل مثلا البطل بجلبيه معلم يعني. ها. فاكتشفت ان هو البطل اللي هو استاذ امير قراره، هو زي ايه الجيل الاول بقى اللي ايه اللي هو اولاد المعلمين اللي هم لابسين بقى شيك وبتاع وبابيون وقميص وستيري افندي يعني، والكاسكتات الخواجه دي. فالاستاذ حسين من الباوي شايف مصر من المنظور ده في الوقت ده، المنظور اللي هو كانت في شياكه كده قوي في اللبس، وشياكه في يعني كل حاجه شيك قوي. فطبعا انا كنت مالف الجمل شويه شعبي. اوكي. وبعدين لما ابتديت اشوف الصوره لقيت الموضوع، لا ده الموضوع شيك قوي وكلاسي قوي، فروحت قالب بقى قالب الزمبلك على الناحيه بتاعه الكلاسيك. يعني عامل بقى ميكس ما بين الكلاسيك بيور كلاسيك، يعني اللي هو بيانو بقى وتشيلو. ده موجود في التتر. صح. هتلاقي بقى اوركستر كامله بتلعب جمل كلاسيك، ومطعمها بقى بحاجات شرقي كده، عشان برضو تبقى احنا لسه موجودين في مصر يعني، احنا مش قاعدين في المانيا. اوكي. فالحمد لله الدنيا ركبت مظبوط، وان شاء الله كمان الحلقات الجايه هتسمعوا حاجات حلوه قوي وهتتفرجوا طبعا على حاجه حلوه. طب في حضره العمده، حضره العمده بقى انت اشتغلت اوركسترا بالات مصري كمان. بالظبط. حضره العمده اغلبيه الاحداث بتدور في تل شبوره. وتل شبورة دي قرية ايا كان، فين بقى؟ في الفيوم، في الفلاحين يعني. فانا رحت وهي اصلا البطلة الاستاذة روبي اصلا دكتورة في الجامعة الامريكية، وجابوها تمسك العمودية، فعندي جزء اللي هو بقى الحتة اللي هو ايه بقى الكرام دولا كرام يعني، زي ما يقولوا كده. ده مستخدم له موسيقى ويسترن يعني، او يعني مش كلاسيك بس حاجة كده يعني ايه زي شبه الفرنساوي شوية. والجزء بقى بتاع تل شبورة ده عامل مزيكا فلاحي يعني، مطعمها بالاوركستر بس فلاحي، غير بقى مثلا جزيرة غمام كنا صعيدي وصوفي وغجري وكده، حضرة العمدة رحيم فلاحي، جمل فلاحي بقى، المقامات الفلاحي البياتي والصبا، ويعني رحيم في الحتة دي. ده سحر يا شادي مش موسيقى بصراحة. ها؟ سحر مش موسيقى. ربنا يخليك يعني. كلها يا أستاذ. سحر جلس. سحر يعني. ربنا يبارك لك. أنا مش عارف أشكرك إزاي وعلى إيه بصراحة ولا إيه. والله
وبقيت اتفائل بالمداخله دي كل سنه والله. لا طب نورنا بقى. حلو عليا يعني. يا رب يخليك يا رب، ده احنا اللي بنتفائل لما نلاقي اسمك موجود كده، انه موسيقى شادي مؤنس، فكده احنا تمام واخدين ختم جوده، فهنبقى عارفين ان احنا في عندنا ايه موسيقى ولا اجمل بصراحه، زي ما بقول لك سحر بالمعنى الحرفي يعني. نورتني وشرفتني، الى ان نلتقي وتنورنا بقى باذن الله. ألف ألف شكر الموسيقار والمؤلف الموسيقي شادي مؤنس. هي الموسيقى كده فعلا سحر، وشادي من الناس اللي بجد بتجيد هذا السحر، مش بتجيده، بتبرع في هذا السحر. المزج ما بين الموسيقى لو صح تعبير يعني الكلاسيكية العالمية يا دي، أو يعني الموسيقى الرومانسية، أنت عارف هي انتقال من العصر الكلاسيكي للعصر الرومانسي، دي حدوتة كده مش مهم نتكلم فيها دلوقتي، بس الموسيقى اللي احنا نعرفها باسم الكلاسيك والأوركسترا والآلات وفي نفس الوقت تروح مدخل فيها لقطة مصري أو طعم مصري بمنتهى العمق، وتحط زي مثلا في حضرة العمدة بقى، فتروح حاطط الطعم المصري فلاحي، حاجة كده بالسمنة البلدي بس ما هياش تقيلة، بالعكس تاخدك وتسافر بيك لسبع سما فعلا مش هزار. انا ادعوكم انكم تقعدوا تسمعوا ده. وعجبني قوي قوي انه يمكن احنا كنا قبل رمضان، كان الدكتور خالد داغر في دار الاوبرا المصريه بدا يشتغل على حفلات للموسيقى التصويريه. طيب اللي عجبني اكتر الاقبال، الجمهور المتذوق موجود. لازم تشوف حفلات الباليه اللي في دار الاوبرا كومبلي، والله انا ما بهزر، حفلات الموسيقى الكلاسيك في دار الاوبرا كومبلي، موسيقى تصويريه في دار الاوبرا كومبلي، ده جمهور متذوق. انت هنا بتتكلم على شعب ومجتمع عميق في ثقافته، سيبك من كل الكلام الفاضي والعبيط بتاع الجمهور عايز كده ونسمعه شويه كلام فارغ وشويه ركش. ما كانش دار الأوبرا المصرية في مسرحها الكبير تبقى كومبلي بالطوابير، الناس حاجزة كل الحفلات يعني حاجزاها. طب ما فيش النهاردة، طب عايز بتاعت بكرة، طب اللي بعده إلى آخره. فلو إنه الفرقة مثلا هتقعد أسبوعين ولا ثلاثة هي محجوزة، والناس بتيجي وتقعد وتسمع. مصر هتلاقي ده فين؟ أنا بكلمك بجد، هتلاقي ده فين؟ مصر حاجة تانية. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب بالمناسبه بس انا عايز اقول لك على حاجه، هي اللي انا هتكلم فيه ده هو شيء طبيعي جدا في مصر، وانا ما بفتكرش ابدا ان هو شيء مستغرب او يدعو للاستغراب او التعجب او اي حاجه من الكلام ده، وخصوصا انه بيحصل على سبيل المثال في الاقصر. في الاقصر في مقام انا اتكلمتكم عليه اول رمضان اظن ولا قبل رمضان بيوم، في مقام اسمه سيدي ابو الحجاج الاقصري. المقام ده اتبنى على جزء من أطلال معبد الأقصر، لزق فيه دير وكنيسة. المقام ده قبل ما يبقى مقام كان مكان درس بيدرس فيه أو بيلقي فيه دروسه سيدي أبو الحجاج الأقصري نفسه. طيب لكن لزق فيه دير للراهبات، فكانوا بيوسعوا مكان عندهم بتاعهم علشان أبو الحجاج الأقصري يدي فيه الدرس للمسلمين. فلما هتيجي تقولي إنه أستاذ روماني وولده بشوي بيعملوا مائدة رحمن، هقولك هو مش ده الغريب خالص ولا في أي حاجة تستغربها. مصر طبيعي عادي يعني، ما بنعملش ده من باب المباهاة، ما بنعملش ده عشان نثبت انه يحيى الهلال مع الصليب، ما بنعملش ده علشان نثبت ان احنا عايشين في محبة ووئام، لانه هو ده العادي بالمناسبة، العادي جدا كمان. لكن مهم انك تعرف الحدوتة، لانه مائدة الرحمن اللي بتتعمل دي مش اول سنة، دي بقالها كذا سنة. كويس؟ طيب خليني هنا اسال الاستاذ بيشوي بنفسه، استاذ بيشوي روماني رمزي عجيبي، ازي حضرتك؟ انت ازيك يا استاذ يوسف، اخبارك ايه؟ كله حلو، ربنا يخليك يا فندم. صيام مقبول مننا احنا الاثنين، يا رب يتقبل مننا كلنا يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. هو العيد هيبقى امتى عندكم؟
احنا يعني لعيب توقيت رمضان، يعني احنا شغالين هنا في المائده، مائده الرحمن لنا 25 سنه شغالين بنعملها. تمام، احنا فدت معانا، كنا خمس ترابيزات بالظبط. كانت خمس ترابيزات في الاول، كانت في من 25 سنه. والدي هو يعني هو مش بيعمل كده للشو ولا والدي على فكره مفيش اي صور ليه بتظهر خالص. صحيح. ما بيظهرش اساسا. تمام، واحنا يعني احنا بنحاول ان احنا الناس كلها تاكل. يعني هو والدي في شهر رمضان اهم كلمه يقولها لي دايما، خلي الناس كلها تاكل، خلي الناس تاكل. المائده دلوقتي بقت كم ترابيزه او بقت كم فرد يعني؟ لا، ممكن تسيع اكتر من 200 فرد. الله الله الله. طيب هاخدك ونرجع لورا من اكتر من 25 سنه. في الوقت ده كان 25 سنه يعني اخر التسعينات، 98 تقريبا. سلم لي على الوالد وبوس لي راسه وسلم لي عليك جدا قوي خالص لحد ما اجي اشوفك واسلم عليك وازورك كده. ربنا يخليك يا فندم. وهخليك تعزمنا برضه، بس غالبا هنكون خلصنا. تنور في اي وقت حبيبي يا مشوي. ربنا يخليك، الف الف شكر ليك. كل سنه وانت طيب والصيام مقبول مننا كلنا يا رب يا رب، وتعيده على الف خير وسلامه ويجعله احلى عيد. ربنا يخليك يا فندم. يا رب يخليك يا حبيبي، الف شكر. شكرا يا فندم، كل الشكر ليك. طيب عايز قبل ما امشي نتكلم شويه على مسلسل الصفاره بطوله احمد امين، وطبعا ساره سعد هجرس. انا احب دايما اقول ساره سعد هجرس، هي مشهوره باسم ساره هجرس فقط لا غير، لكن انا دايما اقول ساره سعد هجرس لانه هي ابنه الكاتب العظيم رحمه الله عليه استاذ سعد هجرس، وهو كان الصديق الانتيم لابويا الله يرحمه الأستاذ مصطفى الحسيني، وهو الرجل الذي وقف بجانبي بعد وفاة أبويا بدعم معنوي ونفسي غير طبيعي غير طبيعي. الله يرحمهم جميعا يا رب، الله يرحمهم. طب خلوني الأول قبل ما أسلم على سارة وأقول لها كل سنة وانت طيبة وكده، الأول عايز أشوف حتة بس من المسلسل وكده نرجع لسارة تاني. ممكن نخلي سارة تستنانا، ما فيش مشكلة، سارة أختي يعني عادي. استني شوية سارة نشوف حتة من المسلسل. إيه ده إيه ده؟ لا 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 لا، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض، ده لعب في الثوابت هو كمان ولا ايه؟ هو يقدر، بس هتلاقيه لسه واخد جرعه المنشطات اللي سعادتك امرت نصرفها له. طب والله كويس ان احنا يعني عندنا نشاط رياضي في الشركه، بس ده شكله مش لعيب خالص، ده بلياردو ولا ايه؟ الخيال ده حلو طرش، بس هو الموضوع مش كده، احنا بنديه منشطات عشان يقدر يطبق اسبوع كمان في الشغل. بعيد عنك وعن السامعين، عنده تسليمات. عندهم تسليمات تقوموا متعلقوا لهم محاليل؟ طب ما تقصوا لهم ودانهم وتحطوهم في قفاص احسن. يا فندم دول في عينينا، واللي خلصوا الميد نايت شيفت خدوا تريتس، ودلوقتي هم في قفاصهم من ساعه. كويس، عشان دول روح برضو. طبعا يا فندم. التارجت التارجت ما تبصلوش. لا ليه؟ البروفيت شيف. ما تبصلوش. عايز ابص جدا. البروفيت شيف هيكلمنا، بس صوته ظريف، انا عايز ابص. انا الفضول هيموتني. امشي عادي ولا بص بصه ولا اي حاجه. خلاص ماشي 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 ماشي. التارجت. طيب شفنا المشهد، نرجع بقى لسارة. ازيك يا سارة؟ فهد ازيك؟ كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. سنة وانت طيبة، الله أكرم. إيه الأخبار؟ بيقولوا لي أول نسلم على صوتهم سارة هتنتظر، يعني سارة دي أختي فممكن نخليها تستنى لحد ما نشوف المشهد. في بيتها مش كده؟ عاملة إيه يا سارة؟ مبروك على المسلسل ده نمرة واحد. قولي لي يا سارة، يعني أنا دايماً بيبقى في عندي سؤال، الكتابة في الكوميديا دي هي حاجة من أصعب 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 مما يمكن كتابته. انك تقدر تخلي البني ادم يضحك دي حاجه صعبه جدا، سواء اذا كان اللي بيكتب واللي بيمثل. مظبوط. ازاي بتقدري يا ساره تكملي، يعني تعملي مثلا حاجه السنه اللي فاتت او حاجه السنه اللي قبلها، وفي نفس الوقت نقدر نقول ايه، ان البير ما ينشفش؟ ازاي بتجيب الافكار منين؟ بتجيب الكوميديا منين؟ هو ده السؤال. هي طبعا انت عندك حق، طبعا الكوميديا صعبه جدا بالذات دلوقتي، يعني بالذات في هذا العصر الحداثي الجديد اللي هو فيه متغيرات يوميا وفي انواع هيومر مختلفه، يعني في خلاص بقى في ضحك انواعه مختلفه. اولا يعني لازم طبعا تبقى، يعني هو الحته اللي احنا بنعملها اللي هو انا بعمل السوشيال اوبزرفيشن او المراقبه المجتمعيه، انا بحب الحته دي. فانا الحته دي بحسها ايفر جرين كوميدي او ما يطلق عليه، يعني بالكوميديا اللي هي ما لهاش علاقه بالترندز ولا الهوى ولا الحاجات دي. فاظن الحاجات دي هي البقى، لان حياتنا الاجتماعيه اليوميه هي يعني بالقاء الضوء عليها، واللي هي
الكوميديا النقدية دي يعني اللي هي تعتبر برأيي كلام متحرك شوية، بس هو يعني أقدم دراسة اجتماعية في الكون اللي هي الكوميديا النقدية، إنك بتسلط الضوء على المجتمع وبتخش من ثغرات وبتكشف نقط ضعفه. فهي الحكاية دي بتعمل relevance كده، أو الناس بتعرف تشوف نفسها في الموقف، وبالتالي بيبقى بيحصل توحد كده وبنضحك على نفسنا وبنعرف نفك أفكارنا ونعيد تحليلها ونعيد ترتيبها. فده برأيي هو سر فكرة الحاجات الاجتماعية اللي مش بتخلص. يعني إنك تكتب حاجة كوميدية لشعب بيتريق 24 ساعة على نفسه بالمعنى الحرفي، يعني تجد مثلا يوسف مستعد للتريقة على نفسه عادي خالص، وده ده طبيعي وما فيهاش حاجة. أيوه. ده صعوبة شديدة يا سارة. آه، ولو حد اتريق عليك تروح انت معلي على نفسك عشان تسكته، يعني بتروح انت داخل على نفسك مش داخل عليه هو. بالظبط، ان احنا اصلا داخلين نفس على احوالنا، يعني واظن هو ده الضحك اللطيف، يعني احنا داخلين بندور كده على الدنيا فيها ايه دلوقتي، ايه المستجدات، ايه اللي احنا بنعاني منه، وبنلقي بس الضوء عليه من زاويه كده كوميدي. فأظن إن ده اللي بيعمل التوحد، بس يعني الناس بتعرف تضحك، بتلاقي بتشوف نفسها. يعني ضروري، أنا أظن الكوميديا الطازجة يعني أو الصبحة هي اللي بتبقى جديدة بس قريبة، يعني لو أنت انفصلت عنها تماما مش هتلاقي لينك، مش في حاجة هتضحكك، ضروري بشكل أو بآخر تبقى متوحد معاها. يعني فهي الكوميديا القريبة الجديدة هي دي، هو ده التحدي لو أنت بتتكلم عن يعني عن صعوبة النوع ده من الكوميديا. وسفارة هي الحقيقة هي كتابة شريف عبد الفتاح، وده يعني صديق الكفاح يعني والدراسة، وبدأنا مع بعض، وعبد الرحمن جويش وأنا وإشراف على الكتابة أحمد أمين ومحمود عزت. وأحمد أمين برضو صديق الكفاح. أحمد أمين طبعا صديق الكفاح، والمخرج علاء إسماعيل طبعا صديق الدراسة والكفاح. أيوه. فإحنا كلنا إحنا يعني الشلة القديمة يعني. أنتوا كلكم فنون جميلة يا سارة؟ كلنا أنا وشريف وأحمد وعلاء طبعا فنون جميلة، عبد الرحمن جويش بس هو شاب جميل واعد صغير معانا في ورشة الكتابة، بس أنا وشريف وأحمد وعلاء فنون جميلة. أنتوا دخلتوا فنون جميلة ليه يا جماعة؟ علشان جميلة. عشان جميلة فعلا. لا والله بقعد أفكر، يعني أنتوا تألقتوا جدا ما بين الكتابة والتمثيل وما إلى ذلك، وزي ما أنت بتقولي كده أنتوا شلة ورفاق كفاح مشوار طويل جدا. إيه اللي خلاكوا دخلتوا فنون جميلة؟ ليه ما دخلتوش معهد سينما، فنون مسرح، يعني ليه؟ لا ما أنا دي جديدة، دي جديدة عليا موضوع الكتابة ده، أصلا ما كانش في دماغي وأنا حكيت لك القصة قبل كده. يعني لا أنا ضليت طريقي إلى الكتابة، بس إحنا كنا بنحب الفنون ولازلنا يعني نحب الفنون التشكيلية، ودينا مشاركات يعني، وعمل يعني رحنا شوية في السكة دي، بس مش عارفة ليه السكة أخدتنا كلنا. أحمد هو اللي كان من أيام الكلية في مسرح، في مسرح فنون جميل، هو أتيليه المسرح، أحمد كان واخدها جد قوي يعني. وأنا وشريف انضمينا بقى وبدأنا الحاجات زي ما حكيت لك قبل كده، فندهتكم النداهة. ندهتكم النداهة على طول، فروحت ندهتنا النداهة. طيب كويس، حلو جدا. حلو جدا، ربنا يوفقكم جميعا، ومبسوط جدا يعني ان انا شايف قدامي شله كفاح، اتمنى انها تفضل مستمره طول الوقت، وتبقى من ضمن الحواديت التي تحكى بعد 30 و40 سنه، فنقول عليكم بتوع الزمن الجميل، او كلنا ساعتها هيتقال علينا كده زمن الضحك في الحاله اللي زي كده. صحيح. كل سنه وانت طيبه ساره، ورمضان كريم عليكي وعلى كل الناس وعلى كل اسره المسلسل، وتمنياتنا ليكم دايما بالتوفيق، نجاح مبهر لاخر رمضان باذن الله. باذن الله جدا يوسف، ربنا يخليك. الف الف شكر. ودي كانت مكالمتنا مع ساره سعد هجرس ومسلسل الصفار. طبعا الحلقه في رمضان بتعدي كده، حته قطايف بالمكسرات، بس انا ما بحبش القطايف، حته اي حاجه جميله. ربنا يوفقكم، كل سنه طيبين، ما تقلوش في الاكل في رمضان، ليس لاي شيء على الاطلاق الا علشان صحتك، ليس الا. وحاولوا تعملوا اي نشاط، اتمشى، مصر جميلة. بالمناسبة ما فيش رمضان في الدنيا، والله العظيم أنا لفيت بلاد لما قلت يا كفا، ما في رمضان زي رمضان مصر، ما فيش يعني، حتى ما ينفعش، ملوش طعم، ملوش لون، ما فيش فيه أي إحساس. رمضان هنا. خلصت الحلقة لحد كده،
ولو كان لنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.